لما دخلنا لهذا الأرض لقينا اللي كان على الإعلامات وكان على الإصدارات وكان على كذا شيء ثاني كان مخبي لنا. حتى صارت الأمور خارج على مسارها، لما تشوف مثلا في ظلم وتتكلم عن الظلم يقول لك لا تتدخل في هذا، ما لك علاقة فيه، وإلا حتشوف مصير مثل ما شاف هذا. فسبحان الله هذا ما كان، الأمور خرجت على مسارها نهائيا، لا من قبل المهاجرين ولا من قبل العراقيين ولا السوريين. يعني كل واحد الآن يعني لما خربت بلش الضرب علينا أكثر، وصار الحصار علينا في كل مكان، حيازات وهي صراحة صارت سرقات، كل واحد اللي عنده منفذ يروح له. بكلمات تحمل الكثير من الندم والنقمة على تنظيم داعش، يروي أحد المعتقلين المنتمين لداعش كيف غرر به وبزملائه بمسميات عقائدية من قبل التنظيم عبر اللعب بعقولهم، وذلك من خلال إصدارات وخطب رنانة وأوهام ليلتحقوا بعد ذلك بداعش، ويجدوا أن ما روج له التنظيم لم يكن سوى محض افتراءات. السنوات الأخيرة تغير كل شيء، أصبح يعني أمير كأنه هو عدو، معاملة صارت سيئة حتى مع العوام، يعني مو بس مع الجنود الدولة الإسلامية، وكان صارت معاملة ليست معاملة دينية، يعني كأحنا إخوة مثلا أو دين، وكان أمور تغيرت نهائيا، صارت على مسار غير الصحيح. فالأمراء اللي كانوا أمراء نقولوا الله يتقبلهم. حتى صارت الأمور خارج على مسارها، لما تشوف مثلا في ظلم وتتكلم عن الظلم يقول لك لا تتدخل في هذا، ما لك علاقة فيه، وإلا حتشوف مصير مثل ما شاف هذا. فسبحان الله هذا ما كان، الأمور خرجت على مسارها نهائيا، لا من قبل المهاجرين ولا من قبل العراقيين ولا السوريين. يعني كل واحد الآن يعني لما خربت بلش الضرب علينا أكثر، وصار الحصار علينا في كل مكان، حيازات وهي صراحة صارت سرقات، كل واحد اللي عنده منفذ يروح له. ويكشف مصطفى المغربي كيف نهشت الخلافات بداعش، وكيف عمل كل قائد في التنظيم على الانتصار لرأيه، مستخدما الوسائل المتاحة بما فيها الإكراه والاستبداد والظلم. وصارت خلافات كثيرة يعني في الدين، صارت خلافات كثيرة في الدين، يعني كل واحد شرع كيف يحب، وكل واحد على هواه، وهذا بيقول شرعي ما عرف ايش به، وهذا ما عرف به. حتى احنا اللي ما كنا نعرف في الدين يعني ولا شيء، واحد يقول لك هيك واحد يقول لك هيك، يعني مين اللي منزل هذا الشرع واللي مشرع هذا الشيء هذا. فالامور تغيرت علينا كل شيء، انا ماني مقتنع الان، ماني مقتنع بحاجة، انا اللي بتمنى الان ارجع لبلادي واعيش حياتي الطبيعية بس. غياب القادة عن المعارك في داعش وهم من يفترض بهم أن يكونوا أول المتواجدين بها كان شاهداً على استنسابية مورست بحق أفراد داعش، تاركينهم إلى مصير أفضله الأسر أو الاعتقال. أما بالنسبة لي هو كان بعيد علي، ما كنت نعرفه أو لا نعرف عليه شيء اللي أقدر أحكم عليه في الغيب، فهمت كيف؟ ما أعرف عليه شيء، يعني كان هو في أمان، أكيد غادي يكون مثلاً أمنوه في جهة أو لا في جهة أخرى، لأنه هو عنده إمكانيات اللي يقدر مثلاً يتأمن فيها أو الإمكانيات اللي يقدر يساعدوه. أما إحنا خلاص سلمنا أمرنا لله عز وجل، نشوفه واش نخرج من هذه سالمين ولا ما نخرج منها. وفي الأيام الأخيرة قبل اندحار داعش بالتزامن مع معارك الباغوز، برزت الخيانات من قبل قادة داعش في الوقت الذي كانت فيه الخلافات تفتك بالتنظيم. في آخر شيء من السوسة والباغوز وشعافة، يعني صارت انقسامات كثيرة، يعني العجم لحال، العراقيين لحال، مغاربة لحال، وتوانسة لحال، كل واحد يعني ما كان يعني ما حد كان بده كل واحد كان يفكر كيف يخرج من هذه الورطة اللي هو فيها، فما حد ظل يعبر حدا، يعني كلنا كان يعني نتمنى نخرج في حالنا سالمين من هذه، وكل ما كان يزيد الضرب علينا أكثر صار كان بشر كثير يعني، ولكن ما حد يريد يقاتل، ما حد يريد مواجهة، ما يعني صراحة صار تشتت فيها نهائيا في الأخير، وهذا ما يعبر هذا وهذا ما يعتبر هذا، وكانت مجاعة كثيرة
وخاصة ما في حليب أطفال. هذا الأمر اللي كان يوجعنا كثير هو قضية الأطفال. توكلهم إيش توكلهم؟ نشوف نجمع عشب نجمع شيء طبخوا نوكلوا الأطفال به. فوالله العظيم طب أنتوا كنتوا جوعانين بس هنن كان يجيهم أكل أو كانوا محتفظين بالأكل ما يعطوك؟ والله صراحة في بعض العناصر إيه وما يعطوا لحدا. حتى مثلا سر مثلا حيازاته كانوا يتركوها هيك في المستودعات. ولما كانت مثلا تجي ارمله ويجوا اطفال يطلبوا مثلا الطعام كانوا يقولوا ما في او يعطيهم شوي قليل قليل جدا ما ينفعهم حتى اليوم واحد. فلهذا الامور كانت يعني صراحه متشتته نهائيا للاخر. ما حدا كان يعبر حدا الا قله قليله اللي كانوا هذا يساعد هذا ولا يساعد مثلا ارمله او اطفال. اما الباقيه اللي كان عنده شيء له والمجموعه اللي كانت عندها شيء لها. وكانت في مجموعة خاصة هذه كانت خاصة يعني لا أحد يتكلم معهم ولا أحد يقرب عندهم ولا أحد يقول لهم شيء اللي كانت في المستودعات واللي كانت في كل شيء كلها إله. الأوجاع التي حملها الشاب المغربي دفعته ليوجه رسالة إلى الشباب مفادها لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. لا توقعوا في خطأ مثلي اللي وقعت فيها. لا توقع أولادك في تهلكة وتوقع نفسك في تهلكة.